نشرة أخبار متواصلة معكم من قناة طيبة بأسوان، وفيها نظرا لوصول صومعة الرجح للتعبئة القصوى من القمح وكذا الصوامع والشوان داخل محافظة أسوان، فقد تم ضخ كميات من القمح المورد إلى محافظات الأقصر وقنا وسوهاج بإجمالي 25 ألف طن. وقال المهندس خالد أبو القاسم المدير العام للتموين بأسوان إن اللجنة العليا لاستلام القمح تواصل أعمالها من أجل استلام أقماح نظيفة مطابقة للمواصفات والتي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية. تفاصيل عوفة مع زميلين الدكتور أحمد محمدين وأشرف عباس. رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار توريد القمح لتصل إلى 1475 جنيها للإردب حسب درجة نظافة القمح، تشجيعا للمزارع من أجل التوسع في زراعة القمح. في مطحن ناصر بمدينة أسوان وصل إجمالي المورد من الأقماح 3700 طن حتى الآن، فيما يبلغ المستهدف 6000 طن. بداية الموسم الحمد لله مبشر بالخير، احنا وصلنا لغاية النهاردة 3700 طن في الخلية في الصومعة عندنا في أسوان من إجمالي 6000 طن. بداية الموقف العام للقمح المحلي الحمد لله مبشر معانا، احنا بتدخل علينا العربيات من 8 الصبح لغاية الساعة 7 بالليل، مستمرة علينا في طوال اليوم. بيدخل العربيات عندنا من الموقع على الميزان البسكول، بتوزن قائمة بكمية الأقماح اللي موجودة عليها، وبعد كده تدخل لجنة الفرز بعضو وزارة الغذاء بياخد العينة متجانسة من العربية ككل وبيدخل بيها المعمل، بياخد درجة نظافة اللي هي محددة لها على حسب ما بيشوف وبيعمل العينة في المعمل. في ثلاث درجات عندنا نظافة للأقماح في الموسم 23، درجة نظافة 22.5 دي سعرها 1450 للأرداب اللي هو 150 كيلو، وفي 23 ل 1475، وفي 23.5 ل 1500 جنيه للأرداب. الحمد لله السنة ديت استلمنا القمح بدري عن موسم، والسنة ديت استلمنا يوم 12/4، والموسم السنة ديت الحمد لله كان مبشر بالخير جدا جدا جدا. احنا لحد دلوقتي استلمنا 3700 من 6000 طن الصامع بتاعتنا، الثلاث صامع بتاعهم الساعة الاستيعابية بتاعتهم 6000، فاحنا استلمنا منهم لحد الوقت 3700 ان شاء الله، ومن داخل اسبوع او 10 ايام ان شاء الله باذن الله نكون خلصنا الصامع بتاعتنا ان شاء الله. الحمد لله المستهدف بتاعنا ان شاء الله. كلم اللجنه مكونه من فين يا ابو شهاب؟ اللجنه مكونه من مفتش تموين رئيس اللجنه، وعضو هيئه سلامه الغذاء، وعضو الجمعيه الزراعيه، وعضو الجمعيه القبانيه. احنا بناجي هنا في موسم القمح كل سنه مع هيئه سلامه الغذاء ولجنه التموين، بنتم استلام القمح وزن العربيات داخل القائم، وبعد ما يتم تفريغ العربيه وتغريضها من قبل هيئه سلامه الغذاء بترجع العربيه توزن فاضي، وبالتالي بنديهم وزن الصافي، وبناء عليه بيطلع منهم الشيكات وبيطلع مني الكميه اللي توردت عندنا هنا. يذكر ان الأقماح داخل محافظة أسوان تأتي من الزراعات تشكى، وادي خريط، وادي النقرة، وبعض الزراعات في المحافظة. كان معكم من داخل مطحن ناصر بمدينة أسوان أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.